ومن رام الله ينضم إلينا المحلل السياسي محمد هواش. صباح الخير أستاذ محمد. السؤال هنا، بعد مقتل السنوار الذي كان متواجدا كقائد عسكري أولا ومن ثم كقائد سياسي في غزة، اليوم كيف يقرأ مصير هذه الحركة ووحدة حماس؟ صباح الخير لك وللسادة المشاهدين. أعتقد بأن هذه العملية، عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، ضربة مؤثرة على حركة حماس وعلى الفلسطينيين أيضا، لأن قائد هذه الحركة هو الذي خط بأسلوبه وبإرادته وبتخطيطه عملية المواجهة التي بدأت في 7 أكتوبر إلى اليوم. والصورة النمطية التي وضعها الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الإسرائيلية للسنوار لم تكن صحيحة، كانت تتحدث وما زالت تتحدث وسائل الإعلام الإسرائيلية عن شخص هارب وشخص يحتمي بالمدنيين في الأنفاق وشخص لا يهم على الإطلاق يعني مصائر المدنيين ومصائر أهل غزة، ليتبين أنه قتل وهو يحمل السلاح وهو يقاتل الجيش الإسرائيلي في مواقع عسكرية وليست في مواقع يعني يهاجمها الجيش الإسرائيلي باعتبارها مواقع يدافع عنها مقاتلون فلسطينيون في منطقة رفح. وبالتالي يعني أولا يعني الصورة النمطية التي تضعها إسرائيل للسنوار غير صحيحة، هذا بعيدا عن يعني أي تقديرات سياسية تتعلق بطابع المعركة وطابع يعني المواجهة الفلسطينية الإسرائيلية في قطاع غزة، بصرف النظر عن أي تقديرات سياسية خاطئة لحركة حماس في فتح هذه المعركة، إلا أن يعني هذا يسجل للسنوار ويسجل أيضا لحركة حماس ويسجل بأنهم يعني عندما يكون لديهم قرار بالقتال يقاتلون، هذا من جهة. من جهة أخرى أيضا يعني هذه العملية سوف تؤثر على مستقبل الحركة وعلى مستقبل يعني على التوجهات السياسية لحركة حماس، لأن هناك داخل حركة حماس اتجاهان متقاربان وأيضا مختلفان ومتباينان، يعني ربما تكون التقديرات السياسية بين التيارين مختلفة ولكنهما أيضا يعني يستندان إلى مؤسسات داخلية في الحركة هي التي تقرر الوجهة السياسية للحركة. طيب، هناك اتجاه أولا يعني يؤيد البقاء في محور المقاومة مع إيران، وهناك اتجاه آخر داخل الحركة يريد أن يبتعد قليلا عن يعني المحور الإيراني ويتجه أكثر إلى محور عربي إسلامي يميل إلى الاعتدال أكثر من الاتجاه الذي قاده السنوار خلال السنة الماضية. طيب أستاذ محمد، تحدث عن اتجاهان أو محوران في داخل حركة حماس، هنا يطرأ موضوع الأسرى المهيمن على مطالب الداخل الإسرائيلي وأيضا تحدث عنه بايدن بعد الإعلان عن مقتل السنوار، وهذا الملف ما زال في غزة، وقيادة القسام الموجودة باختلاف أي صف هم من يعرفون كيف هو حال الأسرى في ظل هذا التياران أو المحوران كما تحدث، هذا الملف هل وصل إلى مرحلة أعقد أو ربما يحل بطريقة تفاوضية سياسية؟ أعتقد أن المسؤولية يعني عن تدهور أو عن وضع هؤلاء الأسرى يقع على عاتق رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي رفض كل العروض من أجل التوصل إلى اتفاق تبادل أسرى ومن ثم هدى طويلة تؤدي إلى وقف إطلاق نار، هو الذي لا يريد لهذه الحرب أن تنتهي ويستخدم يعني كل الأشكال والأساليب المخالفة للقوانين الدولية في حرب الإبادة التي يشنها على قطاع غزة لأسباب تتعلق بمستقبله السياسي. بنيامين نتنياهو لا يريد لهذه الحرب أن تنتهي ويريد أن يعني
أن يكمل هذه الحرب إلى النهاية، وهو ونحن نرى كيف توسعت الحرب إلى يعني لبنان، ومن ثم أيضا ربما تتسع إلى إيران، وربما تتسع إلى كل الإقليم بسبب عناد رئيس الوزراء الإسرائيلي، وبسبب تمسك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن بشعار النصر المطلق الذي يعني تحقيق كل الأهداف التي في رأس بنيامين نتنياهو وليست في سلم أولويات المجتمع الإسرائيلي، وتحديدا يعني المؤسسة الأمنية، الجيش والشباك والموساد الذين كانوا يعتقدون بأن تسوية يمكن من خلالها الوصول إلى تحرير الرهائن لدى حركة حماس، وأيضا في المقابل تحرير عشرة آلاف فلسطيني يقبعون في السجون لا أحد يتحدث عنهم. كل المطالبات الدولية وبما في ذلك العربية تتحدث عن 100 أسير إسرائيلي، ولا تتحدث عن يعني 10 آلاف فلسطيني صحيح. معظمهم مدنيين موجودين في السجون الإسرائيلية بدون أسباب. معظم هؤلاء لم يرتكبوا أي عمل عسكري أو عمل مقاوم ضد إسرائيل، لمجرد يعني أحيانا يعتقل لمجرد اشتباه بأنه ينتمي أو قريب أو صديق لتنظيم سياسي فلسطيني. وبالتالي يعني بنيامين نتنياهو هو الذي أوصل الأسرى إلى هذه النقطة، وهو الذي يعقد إمكانية تبادل أسرى، على الرغم أن المجتمع الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية الإسرائيلية قالت عدة مرات بأن المجتمع الإسرائيلي مستعد لدفع الثمن من أجل إطلاق سراح هؤلاء. اليوم يتبين يعني خطأ تقديرات إسرائيل فيما يتعلق بهؤلاء الأسرى، وبأنهم موجودون حول السنوار وبأنهم دروع بشرية لحماية السنوار نفسه. تبين بأن السنوار مات مقاتلا ولم يمت يعني مختبئا خلف الأسرى. طيب أنا أشكرك من رام الله، كنت معنا المحلل السياسي محمد هواش، شكرا جزيلا لك.